السلام عليكم شباب، غادي نكملو على الكور ديالنا. غادي نمشيو للشابيتر رقم 3 ديال لو تيوريم دو غوس. شابيتر 3 تيوريم دو غوس. تيوريم دو غوس او بيان لا لوا دو غوس. الو باش غادي نبداو قبل ما ندخلو للشابيت، غادي نديرو واحد الرابيل ماتيماتيك على لو فلو دان شون دو فيكتور، صافي تدفق ديال واحد الحقل من المتجهين دونك نديرو رابيل فلو دان شون دو فيكتور في دان شوب دو فيكتور. الحقل ديال واحد المتجهات دونك تيجيو بالتعبير ديال لو فلو دونك بار ديفينيسيون دونك التعريف ديال لو فلو هو جداء السلمي ما بين متجه في وما بين لا سيرفاس ولا ليليمون لو فيكتور ولا لو فيكتور ليليمون دو سيرفاس. دونك كتبو التعريف بار ديفينيسيون ولا لو فلو دان شوب le flux on va changer le flux d'un vecteur v à travers un élément de surface ds et le scalaire et voilà la dette. Donc le flux élémentaire c'est un alors le flux élémentaire d'un vecteur V à travers un élément de surface ds et le scalaire. Donc le flux est égal à un adet ماشي متجه ماشي vecteur. Donc d par exemple d phi majuscule de V derrière le vecteur donc élémentaire d ça va être donc d phi de V est égal le produit par définition le produit scalaire avec le vecteur élément de surface ds. Très bien. Les lois donc la norme dv la norme ds fois cosinus de theta. Theta c'est l'angle entre les deux vecteurs les lois v ou ds. Alors نعتبر واحد ليمون دو سيرفاس دي اس اورونتي صافي واحد المساحه جزئيه موجهه دونك بحال هكا تخي دونك اورونتي الوغ دي اس دونك دي اس باغ كونفونسيون اصطلاح دونك كتمثل عموديه على هدف دي اس. هذا هو واحد المساحه صغيره كتكونسول واحد لو بوان باغ اكزومبل بي رسمنا دي اس كبيرة كما هي دونك واحد ليليمون دو سيرفاس انفينيتيزمون صغير بزاف دونك دي اس لو فيكتور دي اس كتبتل بحال هكا صافي فيغ ليكستيريور ديال واحد لا سيرفاس. دونك هذا فقط واحد جزء من واحد لا سيرفاس. الوغ عندي واحد لو فلو عندي واحد لو شون دو فيكتور عندي ان شون دو فيكتور باغ اكزومبل بحال هكا حقل من المتجهات في صافي دونك واحد الحق ديال واحد المتجهات دونك يخترق هذاك ليليمون دو سيرفاس دي اس. الوغ بالنسبه للفي او دي اس بيناتهم واحد لونغ تيتا دونك التعريف ديال لو فلو اليمونتير دان فيكتور في اترافير ان ليليمون دو سيرفاس دي اس هو العدد بحيث جداء السلمي ديال في دي اس. مزيان اون يقدر يكون موجه يقدر يكون سالب على حساب لونغ تيتا تاتا كلشي كيعرف بلي كتحصل على بي صفر بي على زوج كوسينوس كيكون موجب اللي كتحصل على بي على زوج بي دونك كيكون كوسينوس سالب دونك موجب سالب ولا مع ان كان تاتا كتساوي بي على زوج تاتا كتساوي بي على زوج كوسينوس بي على زوج كيساوي صفر لو فلو اي نول كيقدر يكون ماكس يقدر يكون مين دونك لو فلو يقدر يكون ماكس اذا كانت تاتا كتساوي فوالا دونك تاتا اذا كانت كتساوي زيرو تيتا نديرو غير هاد القيم تيتا كتساوي زيرو
le flux est max. Le flux a des cônes max. Et là, quand theta est pi, le flux a des cônes min. Theta est pi sur 2, le flux est nul. Le flux est nul. Le flux total. Alors, je vais voir le flux total. Où est l'intégral ? Ça veut dire l'intégral. Alors, بالنسبة للتعريف كنظن واضح. دونك دابا واش غادي نديرو؟ غادي نديرو هذاك لا سيرفاس. دونك لو فلو توتال فوالا هانتوما غادي نديرو دابا هذا يلاه لو فلو اليمونتير. الوغ تدفق لو فلو بالعربية لو فلو هو التدفق. صافي لو فلو هو التدفق النهار. Surface ouverte, on peut reconnaître surface, alors comme ça, sigma, surface ouverte, ou la surface fermée. Surface fermée, entourant un de volume, vous savez, et on a la surface qui est entourée, entourant. Un volume, par exemple, on fait. صافي فوالا عندي واحد الحجم دونك هذاك الحجم المساحه اللي بغينا نقولوا المساحه ديالو هي سيغما بالنسبه للسيرفاس اوفيرت اورينتي دونك لا سيرفاس سيغما مفتوح سابويون سور ان كونتور سي فيرمي مزيان دونك لو فلو اترافير الوغ هذاك الدي اس دونك اللي سمناه قبيله دونك نقدر نختار بحال هكا هذا هو الدس دونك هذه لو بوان بي دونك دس توجور فيغ لاكستيريور دونك موان بلوس صافي لا فاس انتر موان لا فاس اكستر بلوس غير كيما شفنا موان بلوس دونك دس عندي واحد لو فلو دو فيكتور في كوم سا بحال هكا فوالا دونك عندي واحد لو فلو دو فيكتور في باغي ترافيرسي واحد لا سيرفاس اوفيرت نفس الشيء هنا لو فلو باغي ترافيرسي دونك نعتبرو شوف هنا هذا لا سورس دو شون دو فيكتور سورس المنبع منين جاو هذا الفيكتور جاو واحد المنبع هذاك المنبع نعتبر ان المنبع في هذه الحاله داخل ماشي مشكل لا سورس دونك لا سورس دو فيكتور صافي لا سورس دونك كتعطيني واحد لو فلو بحال هكا باغ اكزومبل la source vient avec le champ de vecteur V qu'elle est à l'intérieur de la surface ferme. Maintenant, la source est qu'elle avec le vecteur en carrière exponentielle. Elle exprime le flux total au DS. On va nous faire par la carte DS. Ou le vecteur V comme ça. Donc, theta, V. Par exemple, bien sûr, donc je vais exprimer le flux total du vecteur V à travers la surface fermée. Donc double intégrale, DS, donc différentes variables. Donc V le produit scalaire V DS à la surface ouverte sigma. Deuxième, très bien. Donc, il y a le flux du vecteur V total, donc à travers la surface fermée, qu'en dit-on ? Donc, il y a deux la surface, sigma ferme. Donc, V, DS. Très bien. Donc, surface fermée, qu'en dit-on ? Avec double intégrale. Surface ouverte, donc, qu'en dit-on ? Donc, je sais qu'il y a un chiffre X bien. Le flux total. تدفق الكلي لو فلو توتال
du vecteur V à travers la surface sigma. La surface sigma, je me rappelle qu'elle est ouverte, elle est fermée. Donc, elle a mis le tarif quand on voit. Donc, il y a le flux total, elle est intégrée. Donc, ds min sigma. Donc, elle est intégrée à la surface carrée. Ça veut dire que si on voit la surface par un cas, on est intégré à la surface carrée. Je chauffe le flux. Le flux total de la partie de l'autogène qui est dans la surface carrée. Même chez l'air. Donc, elle est ds carré. Intégré à la surface carrée. Je parle le flux total. Le flux total. Exemple. Exemple, on touche à l'exemple. Nous avons le flux qui est le plus important de l'exemple. Le soleil, par exemple, le soleil, Shams. Le soleil, donc, qu'est-ce que c'est? Nous avons le plus important de l'HR. Donc, il y a le HRA, à la cas. Donc, il y a le HRA, il y a des numéros, il y a des modélisés. واحد الفيكتور ار هذا كيتسمى ليني ليني دو شون دونك انا عندي واحد لو شون اللي هو الى بغيتو نقولو الضوء الى بغيتو نقولو الضوء ولا الحراره ولا بالنسبه لهذاك لهاد لاين غادي نمدجو بواحد الرايون بواحد الفيكتور نسميها ار دونك اشاك بوان هنا غادي نأسوسي واحد الفيكتور ار فيكتور الرايون الجميل اللي نقولو ورا متجهات الشعاع الضوئي متجهات الشعاع الضوئي راه الا جبنا واحد البانو سولير بانو سولير واحد العمود كهروضوئي ولا واحد العمود ضوئي بانو سولير بحال هكا ان بانو سولير عمود ضوئي صافي دونك بانو سولير عبارة عن اون سيرفاس صافي واحد لا سيرفاس على كارون هذا مثل خط وخط الطير تخيل مزيان الوغ دونك غادي نوريونتي بحال هكا فوالا كوم سا مزيان اوريونتي هاد لا سيرفاس هذا دونك لو فلو دو فيكتور ار اترافير هاديك لا سيرفاس سيغما دونك واش تبغى لو فلو توتال في ديال ال واش كيساوي دونك لانتيغرال على هاد لا سيرفاس سيما ديال ار فوا دي اس دونك دي اس واحد ليمون دو سيرفاس هنا دونك دي اس بحال هكا دي اس دونك دي اس اوريونتي كوم سا بحال هكا باغ اكزومبل مزيان دونك الى بغيت لو فلو توتال اترافير هاديك لو بانو سولير دونك غادي نانتيغري على سيرفاس كامل سيغما تخي بيان دونك إلا كان هذا متعامد مع لي غيون سولير مع لي غيون ولا لي غيون لومينو الأشعة الضوئية دونك غادي يكون لو فلو ماكس غادي يكون لو فلو ماكس كامل تقريبا هاد الأشعة غادي يجتازو هاد اللوحة الشمسية تخي بيان دونك هنايا إلا بغينا نقولو دي إس و إر بيناتهم زيرو دي إس دونك دي اس زاوية من دي اس و ار دونك الى كانت زيرو دونك لو فلو دو ار غادي يكون ماكس غادي ريكوبيريو ولا بغينا نسترجعو ولا غادي فوالا نحسو على جميع الاشياء الى بغينا نقولو دونك غادي يكون داكشي مزيان الى بغينا نقولو الحالة الأخرى واش غادي يكون إذا كان إذا جبنا هاديك لو بانو بحال هكا دونك كوم سا جبناها بحال هكا دونك فوالا الطريقة هادي جبناها متوازية معاها صافي دونك بحال هاد الحالة في هاد الحالة دونك هاد في الحالة الأولى دايرها هكا في الحالة الأخرى دايرها هكا صافي دونك الأشياء مكيختارقوهاش دونك دي إس كوم سا دي إس بحال هكا
هذا واش كاين شي أشعة كيخترق البانو دونك إذا كان بحال هذا الشكل هذا دونك هنا دي إس و إر بيناتهم زاوية بيناتهم زاوية إر و دي إس بيناتهم زاوية كتساوي شحال دونك بي على زوج صافي دونك ها هي إر و هي دي إس بي على زوج بينما هنا إر و دي إس بيناتهم زيرو على نفس المنحة دونك هنايا لو في دي إر في دي إر تلقى زيرو كاين أمثلة عديدة بزاف فوالا تتفوق الماء تتفوق دونك أمثلة عديدة خلينا هذا المثال دونك هذا بالنسبة لو في لو في أترافير اون سيرفاس سيغما ولا اس اون سيرفاس سيغما اون سيرفاس سيغما ولا اس دونك دونك داكشي واضح غادي نشوفو دابا اولا كبيرة غادي نشوفو اولا كبيرة لو فلو du champ électrostatique du champ électrostatique donc du champ électrostatique E quelle est la différence entre A ou L je vous le flux du champ électrostatique à travers le flux du champ électrostatique d'une charge ponctuelle d'une charge ديال واحد ديال واحد الشحنة نقطية دي شارج بونكسيون مزيان هادي مثلا فيها فيها اون سفير فيها اون سيرفاس كيلكونك غادي نبداو بلاخر بتيتا لو فلو